إنجاز جديد يسجل لمشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس. 14 غرفة فندقية جديدة افتتحت لاستقبال الأمهات بعد الولادة. شخصيات طبية ووطنية حضرت وعبرت عن دعمها لهذه الخطوة المنافسة للمستشفيات الإسرائيلية. جمعية الهلال تعمل باستمرار على تطوير خدماتها في مدينة القدس، وبالتالي مستشفاها اللي هو مختص في الولادة والأطفال. بالنسبة لنا افتتاح 14 سرير إضافي لتوسيع الخدمة في القدس، لأنه كمان القدس فيها عدد سكان عم بتزايد بالرغم من كل محاولات الاحتلال أن يكون طارد للسكان الفلسطينيين من القدس. لا، احنا قاعدين نزيد في القدس، واهتمامنا بالمرأة الفلسطينية والطفل الفلسطيني، وخاصة موضوع الولادة، مش فقط للمرأة الفلسطينية في القدس. بالنسبة للسيدات بعد الولادة بإمكانهم أنهم يكونوا موجودين مع العيلة في هذه الغرف، وهذا جزء يعني التقليد أصبح في العالم كله موجود، فأنا بعتقد هو نوع من التطوير، وهو نوع من الفائدة للمستشفى، وهو نوع من الراحة أيضا للمراجعين وللبيجوا هنا عشان يولدوا. واجبنا أن ندعم مؤسساتنا، لأنه هذه مؤسسات فلسطينية وهي جزء من البنية التحتية لعاصمة فلسطين. هذه المؤسسات كلما كبرت وتطورت ونمت هي تأكيد بأن فلسطين لن تكون إلا الفلسطينيين وعاصمة لهم. افتتحت هذه الغرف ليغطي المشفى الطلبة والحاجة المتزايدة، ليصل عددها إلى 28 غرفة فندقية. بعد الولادة تنتقل الأم مباشرة إلى إحدى هذه الغرف المجهزة بأفضل وسائل الراحة. العناية بالأم تتعدد أشكالها، من الحرص على سلامتها صحياً هي ووليدها، إلى إرسال مصففة للشعر وممرضة تلبي احتياجاتها، ختاماً بهدية لطفلها عند خروجها. فكرة جديدة وحلوة، وبعدين بصراحة يعني راحة بشكل تاني، يعني تدخلي كأنك داخلة على منطقة تانية، فندق حلو مرتب، غرفة لوحدها، حمام مستقل، برندا، يعني بتاخد راحتها بزيادة الواحد يعني فيها المريض. يعني صار الواحد يقول لك ليش انا اروح عند المستشفيات الاسرائيليه؟ انا بلاقي اول شيء زي ما حكيت لك الراحه النفسيه، الديانه واحده، واللغه انك تتفهم انت وياهم. ونحن نعمل منذ الزمن على انشاء فندق لراحه الستات والنساء والنزيلات اللي بيجوا يولدوا عندنا في القدس. بعد ولاده النساء ياتون الى هذا الفندق للراحه والاستجمام لمده 2 إلى 3، وتستطيع عائلتها الحضور لزيارتها في وضع من الخصوصيه التامه الى حين خروجها بالسلامه هي وطفلها. تعد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني معلما من معالم القدس، تأسست عام 1951، تقدم خدماتها لجميع المواطنين داخل القدس وخارجها. لا حاجة بعد اليوم للنساء الحوامل للتوجه للمستشفيات الإسرائيلية، فمستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني يوفر غرفا فندقية بأفضل الخدمات الطبية للأم وطفلها. لبرنامج صباح الخير يا قدس، دينا دعنا، القدس المحتلة.